خلاص يا أولاد، كل واحد هيختار منظر طبيعي يرسمه، بس بشرط إن اللوحة تكون بألوان مية. والحصة الجاية إن شاء الله هستلم منكم اللوحات. هو لازم ألون الرسمة بألوان مية؟ ما ينفعش خشب؟ لا يا حامد، ألوان مية، لا خشب ولا صفيح. أنا عايزكم تتعلموا مهارات جديدة. واللوحة المرسومة بألوان المية دي ننشرها على الحبل بعد ما نرسمها عشان ترشب؟ لا طبعا يا حسونة، أنا هبقى أعلمك تعمل إيه. طب ما بدل ما تعلمني وتتعب نفسك وتتعبني معاك، ما ينفعش ترسمها لي يا بكر؟ لا يا حسونة، لازم كل واحد يعتمد على نفسه، لأن اللوحة دي عليها درجات، يعني أكنها امتحان بالظبط. عايزين نعدي على مكتبة عم سالم وإحنا مروحين عشان أجيب علبة ألوان مية، لأن لو المصروف فضل معايا هيضيع كله على الأكل. أنا عارف نفسي كويس. الاعتراف بالحج فضيلة، مش بيقولوا كده برضو؟ هو أنت كنت ساكن فين الأول يا حامد قبل ما تتنقل مدرستنا؟ كنت ساكن في الأقصر، بس أبويا باع البيت اللي كنا قاعدين فيه ورجعنا هنا لبلدنا الأصلية. طيب أبوك باع بيتكو ليه؟ عشان شغله في السياحة واقف بقاله فترة، وهو دلوقتي بيدور على شغل تاني. قال صحيح يا بكار، هو أنت بتعرف ترسم؟ أيوة، وبحب الرسم قوي. أني كمان بحب الرسم، بس ما عنديش ألوان مية. إحنا كده كده رايحين المكتبة دلوقتي عشان فارس يجيب علبة، ممكن تشوفها وتشتري واحدة أنت كمان. كم دي يا عم سالم؟ قلت فلوس خالص يا فارس. خلاص هات لنا 5 علب. ايه هتفضل غلباوي كده طول عمرك يا حسونه؟ هاي يا عم سالم، بكام؟ ب18 جنيه يا فارس. هتاخدها ولا هتغلبوني زي كل مره؟ ياه دي غاليه قوي. اتفضل يا عم سالم، دي 20 جنيه تحوشت العمر. هات الاتنين جنيه بقى عشان اجيب بيهم سندوتش. وانت يا حامد مش هتجيب علبة الألوان؟ مش هينفع اجيبها يا بكار لأنها غالية قوي. يا خسارة. انت عارف ظروفنا يا حامد يا ولدي، والمفروض دلوقتي انك كبير وبتفهم. يا بويا ماني مش هجيب بالفلوس دي لعبة، اني هجيب علبة ألوان لأن الأستاذ طلب مننا رسمة، والرسمة دي عليها درجات. خلاص سيبنا فكر في الحكاية دي شوي وبعدين هقول لك نعمل ايه. حاضر.